خالد قضى الله من مواليد عام 1958 بالقاهرة. هو أحد نجوم ورموز الجيل الذهبي بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني. بدأ مشواره مع القلعة الحمراء عام 1975 عندما ضمه الجنرال الراحل محمود الجوهري من نادي هليوبوليس ليبدأ تاريخا جديدا مع المارد الأحمر، حيث خاض أول مباراة رسمية له مع النادي الأهلي عام 1977 وهو في 19 من عمره، وكانت أمام المصري وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف. لعب خالد قضى الله الذي لقبه الناقد الرياضي الكبير الراحل نجيب المستكاوي بالفناجيل الصغير في حقبة الثمانينيات، واستمر لاعبا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه في الفريق الأول بالنادي الأهلي لمدة 12 عاما، وبالتحديد من عام 1977 وحتى عام 1989. ومن منا لا يتذكر قذيفة خالد قضى الله الشهيرة في شباك المصري في الدقيقة 18 من أحداث اللقاء بعد كرة عرضية تلقاها من ربيع ياسين، حاول لاعب المصري أن يقطعها ولكن قضى الله استطاع أن يسددها في مرمى المصري، معلنا في نهاية المباراة فوز الأهلي بهدف دون رد، لتتوج القلعة الحمراء بلقب بطولة كأس مصر رقم 24 في تاريخها عام 1983. وأيضا هدفه الأخير مع النادي الأهلي بمسابقة الدوري الممتاز عام 1987 من ضربة جزاء في مباراة غزل المحلة، عندما نجح قضى الله في إدراك هدف التعادل لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. ويكفي أنه كان صاحب هدفي الأهلي في مرمى إكسبرس الأوغندي عندما بدأ المارد الأحمر بقيادة الراحل محمود الجوهري مشواره مع بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 1986 بالفوز على بطل أوغندا بهدفين نظيفين في ذهاب دور الاثنين والثلاثين. بنالتي وخارج قضى الله يجيب الجول الثاني على يمين كيبوديا. لعب خالد قضى الله إلى جانب أشهر نجوم كرة القدم المصرية أمثال الأسطورة الكابتن محمود الخطيب وطاهر أبو زيد، ونجح في حصد أكثر من 20 بطولة مع النادي الأهلي ما بين دوري ممتاز وكأس مصر وبطولات إفريقية، كما أحرز خلال مشواره الكروي 87 هدفا، ومثل منتخب الوطني الأول لكرة القدم والشباب. واعتزل اللاعب رسميا عام 1989 مفضلا إنهاء مشواره بين جدران القلعة الحمراء صاحبة الفضل في شهرته، رافضا الانتقال لأي ناد آخر رغم العروض العديدة التي تلقاها وقتها من أندية أخرى كانت تريد الحصول على خدماته.